جمعت مؤسسة ميش دياق معهد الأعلام MCFMI بالشراكة مع قسم الشؤون الدبلوماسية في السفارة الأمريكية في بيروت مجموعة من الخبراء وقادة الفكر خلال برنامج إعادة تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان بهدف استخلاص الحلول التي يمكن أن تخفف من الأزمات الاقتصادية المالية الاجتماعية والإنسانية في لبنان. التقرير الموجز عن هذه الدفعة للحلقات الحوارية شمل مجالات استراتيجية عدة: سيادة لبنان، نظام الحكم المناسب للبلاد، النظام الانتخابي، إدارة موارد لبنان، انفجار مرفأ بيروت وحرية التعبير. في سياق انفجار مرفأ بيروت تم التذكير بضرورة متابعة البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، كما عدم التدخل السياسي في التحقيق وتعويض أسر الضحايا. المينيموم هي الرايت تبعي أني أعرف الحقيقة وكل الضحايا يعرفوا ليش ليش هيك صار ومين ليش هيك عمل. أقل شيء نعمل أنه برا كل المغتربين واللي مؤثرين برا يتوحدوا على الموضوع ويطالبوا اللي نحن منطالبوا أكيد وهم صوتهم برا وسمعوا أكثر من صوتهم يسمعون يوصلونا للتحقيق الدولي أو لجنة التحقيق الدولية. اعتبروا هذا موضوع وطني، ما بقى كل واحد يحلل عزوقه، كل واحد بده يعتبر أنه هذا الحزب هو له علاقة أو ما له علاقة، هاي جريمة سياسية أو منا جريمة سياسية، هاي جريمة وطنية. المشاركون تحدثوا أيضا عن الجهود التي تبذلها Human Rights Watch، كما عن الحكم القضائي الأخير في المملكة المتحدة الذي يحمل شركة تجارية للمواد الكيميائية المسؤولية، كما طلبت الدول كافة دعم الشفافية والمساءلة والعدالة إزاء هذه المأساة. على كل شخص بلبنان مسؤولية أنه يحكم ضميره ويحكم فكره أنه هل اللي عم بصير مقبول ولا لا، وإذا مش مقبول شو لازم ينعمل. في حق لأهالي الضحايا اليوم وفي حق لكل لبناني، لأنه صار له من فترة كبيرة مثل معوديننا أنه الحقيقة ممنوع نوصلها، وإذا وصلنا له مثل ما تفضل ممنوع حدا يكون تحت سقف القانون. كيف نوصل للحقيقة؟ بالتحقيق وبالقرار الضمني تمهيدا نوصل للمجلس العدلي، لأنه بس يصدر القرار الضمني رح يصير الملف مثل ما بتعرف علنية محاكمة، الملف المتناول الجميع، بنصير نعرف حتى بقلب الملف بيحق لهم يصوروه كمان. بدنا استقلالية قضاء وبس، بس يصير في استقلالية قضاء بيمشي الحال. ملف المرفأ اليوم بكرة ملفات فساد، بكرة ملفات أكبر من هيك. موضوع رجال الأعمال السورية وارتباطاتهم، الشرك اللي لهم ارتباطها بشركة سافارو اللي هي أو التقاطع بين شركاتهم وشركة سافارو اللي هي فوتت اللي اشترت شحنة أمونيوم نيتريت من جورجيا، وأنه أحد هؤلاء رجال الأعمال مدلل الخوري موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية سنة 2015. انتخابياً للشعب الكلمة الفصل في سن القوانين والإصلاح السياسي مطلوب في لبنان، عنوان أساس شمل ضرورة انتخاب قادة إصلاحيين ومراجعة النظام الانتخابي لتحقيق مساواة أفضل وزيادة تمثيل المرأة، كما إدخال قانون ينظم الإنفاق الانتخابي، بالإضافة إلى ضرورة إدارة عملية الانتخابات من قبل جهة مستقلة ورفع السرية المصرفية لمزيد من المساءلة. بالواقع بقول لك ايه، هذا القانون منه الاحلى، فيه كثير مشاكل، بس اكون باري مع شو كان عندنا بالسنين الماضيه. لا، هذا زهره القوانين. راحت ناس صوتت لاشخاص بس لمجرد كانت عم بتقدم لها خدمات بفتره الحمله الانتخابيه تقدر تحصل على الولاء السياسي اللي مترجم نهار الانتخابات بصندوق الاقتراع، كان ترسيخ لنظام الزعيم. احنا عندنا مشكل بممارسه الديمقراطيه بلبنان، وبدنا نسأل حالنا هل لبنان بلد ديمقراطي أم لا، والديمقراطية بدها منظومة كاملة تحميها. لقد ساهم اقتراع الناخبين بالمغترب بنجاح نحو 7 من التغييرين والمستقلين، غير أنه صحة التمثيل بتبقى بعيدة التحقق. تكمن المسألة بتحديد رؤيتنا للبنان الذي نريد. المشكلة مش كيف رح يكون شكل قانون الانتخاب تبعنا، المشكلة مش كيف فينا ننتخب رئيس أو ما فينا ننتخب رئيس، المشكلة هل مظبوط نحن متفقين شو هي الجمهورية؟ بدها نظرة متكاملة بالعودة إلى الدستور وتطويره، متعلقة بقانون الانتخاب، متعلقة بمجلس الشيوخ، متعلقة بتطبيق طائف، متعلقة باللامركزية، متعلقة طبعا قضاء مستقل. فينا نلغي كل المواصفات اللي عم تحطها على الرئيس ونقول كلمتين: بدنا الرئيس يطبق الدستور والطائف. مع أكيد أنه أنا برأيي بالطائف في شوية تعديلات، ولكن اليوم ممكن نحن نمشي بالطائف. بالثقافة السياسية لازم يعرف أنه هو مسؤول
ومفهوم المحاسبة بالانتخابات هو فعليا اللي بحل له أزمته، موضوع لأنه ما بيقدر يرجع يعيد إنتاج السلطة لأدمته ويكون عم بيلاقي حل لمشاكله. ما بقى فينا نقارب المواضيع بمقاربة بيجو أو بنت العادة، بدك تروح على مقاربة جذرية تقدر تخدم الجيل القادم من هلأ لمئة سنة. لازم نروح لانتخاب رئيس جمهورية، ولكن لازم ننتخب رئيس جمهورية للدولة، مش رئيس جمهورية عضو بالترويكا. فتقديري هو انه نحن اليوم رايحين نشوف بناء مؤسسات، وهيدي المؤسسات هي اهم درس تعلمناه بال 2022 من 2018. ورئاسيا تمت مطالبة البرلمان بانتخاب رئيس يتمتع بالنزاهة وبمهارات قيادية قوية ورؤيوية للمستقبل، مع التأكيد على أهمية تمتعه بالشجاعة والقدرة على القرار لمواجهة ومن ثم تفكيك سلاح حزب الله الذي يحمي بؤر الفساد في لبنان. Take the situation and the crisis of the country seriously. Go above your narrow sense of personal interest and sectarian interest and geopolitical interest. Find a president that can help the millions of Lebanese people who've gone into poverty as a result of the decisions of this ruling class. We need somebody who would be an independent, sovereign, and honest figure who would mend the relations with the Arab friends, with Arab countries. The candidate that's going to be president needs to be a hyper influencer. That is type of leadership he needs. The other thing is management. He needs a hyper speed management. There is no time. It's a high probability that the leading candidates may sort of veto each other, so you end up looking for a compromise, and I hope it's a compromise that's more characteristic of what we just heard rather than something else. That is truly an enlightened choice and a partner for the international community. But do not look, my advice to the Lebanese people and the leaders is to not look outside for salvation in this crisis. It must come from within. وعن إدارة موارد لبنان سلط الضوء على تنسيق الجهود والسياسات لإنشاء مركز غاز موثوق به في المنطقة المجزأة سياسياً، مع تنظيم عائدات النفط والغاز عبر صندوق سيادي بضمان دبلوماسي خارجي وداخلي حتى حماية الفوائد المالية واستفادة الشعب اللبناني منها. كما عرضت الحاجة إلى نموذج اقتصادي ومالي جديد لمعالجة عجز الميزان التجاري. There are, you know, major tensions, structural problems on the border that are not easily solved. I think for Lebanon's sake, I think it's imperative that they undertake reforms so they can get an IMF program and hopefully get out of this hole. I think this is it's good for both parties. Potentially, it is especially good for Lebanon. I think reaching this agreement will give the Lebanese people an even greater motivation towards seeking a system that reflects rule of law, accountability. Signing this deal should not be a cause for releasing pressure, and easing the pressure on the government of Lebanon when it comes to reforms. The reforms are very important. The only way to implement these reforms is through the people, the will of the people, to have true representatives of them that are able to speak their mind, are not puppets for the political people. وفي المجال المتعلق بنظام الحكم المناسب للبلاد لم يختلف أحد على انهيار التركيبة الحالية، من هنا حكي عن تطبيق بند اللامركزية في الدستور، كما نوقشت الفيدرالية أو أي نظام حكم آخر لمنع الاستقطاب الطائفي والفساد والتدخل الأجنبي دون نكران ضرورة اقتراح صيغة مقبولة من الجميع بضغط داخلي ودعم إقليمي دولي. نجاح كل نقاش وتجربة نظام جديد ما بتزبط إلا ما يكون في كمان عقد اجتماعي جديد بين المكونات اللبنانية. عم نطرح نظام هو بيحافظ بيعمل كل الطوائف ليفل واحد، ما في عنا طائفة درجة أولى ولا درجة تانية. أي تغيير حقيقة بده يصير على إيد جيل أو جيلين جدد، ف
فالتركيز لازم يكون للإصلاحيين بلبنان اليوم، كيف بدنا نعطي القدرة لهالجيل الشباب والشبان الجديد يقدروا يشتغلوا على حلم جديد تيبنوا شيء جديد. إذا الخيار هو إنه هذا البلد يستمر وهذا خيارنا، بدك تلاقي له أفضل الوسائل لإدارته. إدارته مش بس بالمعنى الإداري البحت، إدارته بالمعنى السياسي. الإدارة السياسية للبلد هي اللي بتخليه يستقر ولا لا. نحن بدنا الحياد أولاً، لأنه هذا الحياد بفك شر المحيط عنا، وبدنا الفيدرالية أو شكل من أشكال الفيدرالية لحتى نتمكن مناطقنا نحن ننظمها مثل ما نحن حابين ننظمها. في حال تم رفض هذا الموضوع، هذا رفض لفكرة العيش معا، ساعتها المكون المسيحي يجب أن يطرح ما بعد الحياد. ولضمان حرية الرأي والتعبير تم التأكيد على ضرورة استقلالية وسائل الأعلام على أن تكون خالية من التدخل السياسي والفساد والملكية الأجنبية. في دراسة أصدرتها مؤسسة سمير أصيل عن الدعم الدولي اللي ذهب للقضاء بلبنان وللجيش والقوى الأمنية وسائر الأجهزة الأمنية، 324 مليون دولار تم إنفاقهم لتحسين أدائهم على صعيد حقوق الإنسان. كلنا بنعرف شو النتيجة. يعني نحن عم نجرب نشتغل على قانون يكون عملي من جهة، ومن جهة تاني مراعي ليس فقط الخصوصية، المعايير الدولية. في ضرورة الإسراع بإقرار قانون لو قد ما كان مش قد التطلعات، بس رح يكون أفضل من الوضع الحالي. ويمكن كمان أنه فكرة إلغاء وزارة الإعلام. نقابة ثم نقابة. أولا تؤمن الحصانة النقابية، ثانيا تؤمن التعاقد مع المؤسسات وفق عقد تعاقد جماعي، تؤمن التعاضد الصحي والمهني، وتؤمن التقاعد الوظيفي والمهني. ما في مرة حاولت تحل مشكل بين صحفيين أو مؤسسات إعلامية بين بعضها أو جماعات مع مؤسسات إعلامية. كنت بلش حديثي أنه نحن موجودين لأن ما في قضاء، يعني لو في قضاء نحن مش مضطرين نتدخل، عرفت؟ والمشكل الأساسي بلبنان أنه ما في قضاء. MCFMI مستمرة عبر هذا البرنامج وسواه بالعمل على تطوير حلول استراتيجية لأزمات لبنان المتعددة المستويات.